إلهي إله الخلق أشكو نوائبا من الدهر لا يقوي بها المتحمل ما هي فتن تاسمركا أدعى ما هي شدائد ابتلاءاتك أدعى وحي أدعى ليميز الله الخبيثة من الطيب هبك أقوين أفتن مصائبتا مشاكلاتك دباتوينك لقول واجه لقول جيستو ودعاء أليك سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه والأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت اللواء سيد المرسلين أما بعد إلهي بأن مهدنا الناس سبحانه وتعالى إنه سر تقليي إن أنكوك لأنه بيت بيودي سكمدا إنه دينتي سوى إلهي وحكفة إلي سنين كدقي سنين اعتكافنا نيون إن السلاة لنا السجين إخواني عاوى واللبية طوان مانتاي كوبية طوان تاهي بيش الربيع الأول موليد عاوى لكن لبية طوان بيسكو بدل الدونتا كنا فربقول شنيا فرطنكا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وافق سن لحية لباتنك بيش سقالات لبضاكون صدحية لباتنك إنان لبضا كلمة دودة كلمة دعيقو قرن وموقف المسلم من الفتن والشدائد والابتلاءات قفك مسلم كان موقفك وكتاغي هي فتنتا هي شدائد هي ابتلاءاتك موضوع سعيابا موقف موضوع عيقو قرن يهي وحنجي على إن لبا دقيقة شم دقيقة ضوضين أن دول استاغنو هبينك عاوى أو أه هبينك إيدي إذن وحوي لكل موقف وحلي هي مقال لكل مقام له مقام هبينك لبية بنات نبي عليه الصلاة والسلام وحا أقوال كتاغنت هي إلى سغال قول إلى وحويا طبان قول عيابا كجرا هبين كاسول لي هي بش الربيع الأول بش هبين كيف النبي كان شيء عليه الصلاة والسلام قال روح إليهن لبا هبين كل خير الربيع الأول مريسو أيام النبي كان شيء عليه الصلاة والسلام قال روح إليه سديد ديدي بولا شيء قال روح إليه طبان كيدي بولا شيء هل كان لو بدي يسوى حليه لبيه طبنكا وهابينك ربيع الأولى أياب النبي قد شيء عليه الصلاة والسلام مركا هابينك لبيه طبنات صدح مشكلة أما صدح مصيبة ملك ليك وضق المي دين عوا كفر حد والنبي قد شيء عليه الصلاة والسلام دين عوا كنحذ والنبي قد دين طيب هابينك أوكلا صلى الله عليه وسلم دين عكلا وكفر حد وهابينك النبي قد هجره دي عليسن مركز صدح ذا دعوه وواوين ومتبم بدك لا أي كلا لادين أيها بين كان أكل كل مي وعدل شديسي وهجرديسي ووفاة كيسي نبي وفادي صلى الله عليه وسلم نعم مركز هبين كان أكل وهبين لقشة كيو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هبين كان أكل وهبين لقشة كيو نبي مراحشي وصومري عليه الصلاة والسلام موضوع أنكو قرانا هي وأها موقف المسلم من الفتن والشدائد موقف أو مسلم كتاغي هي فتنتا هي شدائد هي الدباتوين كدعدوين كمركي دعان موقف كاس
horta waxa la yiraahdo dhibaatooyinku ama shadaa'idu ama fitanku ama ibtilaa'aadka imtixaanaadku waa sunnatu ilaahiyya wajid ilaahay jidi subxaanahu watacaala ilaahay baa ku qadaray afraada iyo ummadaha intuba inay dhacdadani ku dhacdo ilaahay baa ku qadaro waa sunna ilaahiya subxaanahu watacaala qofka waa la imtixaanaa ummadahana waa la imtixaanaa qofka shidda iyo dhib baa ku dhacda ummadahana shidda iyo dhib ayaabaa ku dhacda iyo fitan baa ku dhacda taasoo noloshooda ka kaxaysa oo meel kale nolol kale ama xaalad kale u wareejisa waana xikma ilaahiya inuu khayr iyo shar ilaahay ahaysiiyo waa xikma ilaahiya inay fitanta ilaahay wax weeyaan ay sugnaato waa wax weeyaan xikma ilaahiya fitanta marka ahaansheheega fitantu ay dhacdo ay jirto waa min iraadati illaah wa iraadadiisa ilaahay waa qadaha ilaahay subxaanahu watacaala xikmadna ilaahay waa ka leeyahay fitanta iyo shadaa'ida iyo ibtilaa'aadku markay dhacayaan xikamna ilaahay waa ka leeyahay wax bini'aadmigu wuu ka arki karaa wax badaanna wuu ka dahsoonaan karaa bini'aadmiga ilaahay waa ka ilaahay subxaanahu watacaala ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون واندن كو امتحانينا واندن كو جغربينا واندن كو فتنينينا خير إيا شر لبضبا واندن كو امتحانينا با إله إليهي سيان وحويان أكل أغانو ليميز الله الخبيث من الطيب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى هاي موتك إيا حياة الله كعبوري وي سيو أكلا موجيو أكلا ظاهريو تدكو أكلا عضاتو كي وحوين عمل وناكسا سمايني ما هي فتن تاسي مركا أدعضا ما هي شدائد إيا ابتلاءات أدعضا وحي أدعا ليميز الله الخبيثة من الطيب إلى هاي سوء أغا وحوين قفك وناكسا إيا قفك حنسلو كلا سارو امتحانات كما مركز لقاضة يو دي عرضي ده لغو كالسارة يا كالدبعية في عن هلية يا كالدبعية سوصيان مركز سي عضو مضى لغو كالسارة اي الشدائد هي فتنك هي وحويا ابتلاءاتك ايا باي ادعان آيات كالإله يوحك لها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لقد خلقنا الإنسان في كبد آية ده سوداني وحي تلمام يان إنو إلهي فتنتا هي الشدائد هي ابتلاءاتك وحكم إلهك لي سبحانه وتعالى نلوش قال يوم يساي وفتن هي ابتلاءات دقال لضو وفتن هي ابتلاءات طوفان نظر دعيا وفتن هي ابتلاءات وحويا نلقرير الله سعطان وايضا دويته وذن نظر مسلمين تا آت قارك وذو بربريي ومحن هي ابتلاءات إلهي أنظو مديسة وكوكرا امتحانه سبحانه وتعالى فتن طائية مركا ابتلاءاتك وبديه قار وحكم ده إنه لاهي إهل كاغي عرور تغفق فتنة أيوه. فتنة الرجل في أهله وماله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم حدات سلادي كنتكن كري ويدو إلهي عبادة دي سيادوك عبادة سنكري ويدو طاعاتك كداعي سنكري ويدو إيقن بويان إلهي أذكو إلو ده وفتن لفتي إنما أموالكم وأولادكم فتنة هل كانت كجع الشاي أيابا دينعيك لكيهين فتن هل كانت نيادة كصة بيسو نيادة أتكد جينيسو أيها دي حدي حقي الدينتا أي كاسا قولاني كامش قريانا أي فتن قريان وها فتن تكم إذا فتنة المعاصي وشهوات المحرمة ينقفك لو امتحانه معصي هي شهوات حارانة هي مصائبك لو امتحانه waxa fitanta kamida waa weyn waxa weeyaan ay isba bedelaysa kamida ee mawaasiinta bedelaysa sidii nabiga sallallahu alayhi salatu wasalam a'maashan atsamaynaysa ee salaadle ee soonle ee zakale ee sadaqale nabigu wuxuu leeyahay la dhaqsada oo horay u la dhaqsada badiru bil a'maal fitanan ka qita'il layl al mudlim yusbihu ar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا
مس أعماشا وحد كلا دخستان كلا دقدقتان وحوية فتن إيمان دونته أو لمدة سيدا قيب قبل هبين أو مدو أو كلا هبين كمركم مدو ياي قرعد ياي وحبا عذر كينين فتن نوع عاصو كلا وإيمان دونته أعماشا كلا دقدق أبو النبي عليه الصلاة والسلام أو ننك مؤمن كي أو قلب يستو قال لك هو إسوا مؤمنة قال لك دمنا هو قلب يستو إسوا كافرة أو قلب يستو إسوا كافرة أو أبريستو إسوا مؤمنة يمسي كافرا ويصبح مركا حالة ونقول يونا قرني إسوا قال لك هو مؤمنة أي عيد أولا عيسى إسوا كافرة محال نبي وحكوت المامي وكل اللي يبيع دينه بعرض من الدنيا دين تي سي أيام وحول داف سنة يا للدلال يروع الدنيا بنبو عليه الصلاة والسلام قفك وحول قيمة بضن إن دين تي سلو ترقارمو مركو النبي وقفك ميلو ضحي وحول انجري نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتم عملك إلهي دين تي آلانك دين تي سانخو دردار ميا أمانة إلهي إي عدي كاد حيسانخو دردار ميا وصلاةها هي صومك هي كمدي هي أمانة دي خلقها وخواتم أعمالك عمل كاجة جبدي سان كوتر طار ميا وحكمدها دعوك النبي اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديانا لبرلا على قد قد ديني مركزا مركا وح عجيبة أو النبي يقول إياه دين تي سي أيوه حكومي بنا يا دلالال يروع الدنيا ميانه ما انت وح لوضع اركي او مشاهد اين قفكي او ننفي عنها قف وناكسنها او ادكوغي او ميديا صوفري سنيا او بلايو اي الدقال اي حربي اي فتن اي مصيبو اي اسخدع او الارينيا مون قفكا سدين تي سي كو ايبنين بعرض من الدنيا لالالال يروع الديون لسيين اما انت دقال الله سيئ لنا هذا هبل أنا قاكم نور الماميك كواه إني هذا الواحد دون تنه لذكيني هو روحي ورجلين لبا آموس كي كفي عينيه دمرك آموس كي فردقي كفي عيني ورجلين دمرك فردقي كفي عينيه طبكونا فردقو كفي عينيه طبكو هدوك عبو بربرياء دمرك هدايك عانا عباي خربان لبا آموس كي كفي عينيه بسومالي ديني هو رجلت دميرك وحي كفي عينيه آموس دمامك عما الضقن كنا آموس كفي عيني سومالي ديني ورجلت ورقفكي قراد قابك عها مان قابك عها إنه قونا أن أغي عذكري آني أغي قرابدي سي أهل كي سي عائلة دي من أغي مركو ميديا سوفر إستو مركو وحويان هلكا سوفر إستو وحلا وحي أفكي ساكو جيروردن ودولك صادقو وحل أرني سا أرنكم و آموسا أرنك يالنغا آموسي الدنيا دي أردن بكلمة دي سيكاري سا موقف كمسلم كتاجي يا مركا في تنتا وحتى كوباله الالتجاء الى الله مفتاح الفرح فرج مركا دبات دعاه مركا شده دعاه انه قفكو الهي مغنقل سبحانه وتعالى اسغا حالت دم بدليه حالت كلا اسغا وبدليه الهي عسر جيره اسغا الهي يسر وبدليه شده جيرته اسغا الهي فرج كيني سبحانه وتعالى إسوا إلهي مواقفتي وويني القرآن الكريم كأنه واقف صوانيا أيا وإلهي وحد المامي هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بالريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أيها قيبكم إذا إمام سيد قطب رحمة الله عليه كتاب كيس دلال القرآن مركوك شرحي أياب الدول استاغي معنى عجيبا وكسو صاري وحول قفك النبات هايستو قفك أي شدة هيستو قفك أي مشكلة هيستو قفك أي ابتلاءات امتحانات هيستو
وحلمي ديها قف حرق قرط الله جا حري وكله وحلمي ديها قف عناها لقبتي وكله كدبنا حالد أيو إسكر رادني حقا سو إسكو وريجني حقا سو إسكو توري حالده يسي أردن وواي يقول لأنه وقف عناها كحرن وكله وقف حرق لقو حري وكله وتتهاوى الإسناد عدو قطير صناع قطير صناع أردن وواي يقول لأن نقف هريري سو أجيا نفتي سيبو أجيا وسائل أديك سدو أجيا أسباب وكعب حد باتضن أجيا وحي أردن بوايا كل كهل كا أي مرة يسو وحكا أي سوري سيد قطب رحمة الله عليه الفطرة فطرة دي إلى هاي إنسان كان جذه صدق جاي إنه إله لي هاي أهي كده بالحي فطرة الله التي فضل الناس عليها لا تبديل لخلق الله لكلمات الله تيبا كعيسى بالفطرة تيبا كعيسى لأنه دنا أولب أكح عند عيداريعي دنا أولب أكح عيداريعي فطرة تيبا كعيسى بالمرك مركز الفطرة دي كان عيسى إنه إلهي حق عيسى جرمت كتل بضاء الغوث والنجدة إنه جرمت يكالمه حق إلهي كتل بضاء أو إلهي حق عيسى أجيسته كدبنا ابتهال ابتهال معناها ويانيع إلهي حقي سأويا يا سبحانه وتعالى نعم إلهي إله الخلق أشكو نوائبا من الدهر لا يقوي بها المتحمل إلهي غير دباتي أهي ستا أيو أرنيا يقول نيدا يكا أرنيا أما أفكك أرنيا دبدي إن أنا أول لهي إن أنا هينكر أون حجينكر وهو أذيك سنة يا مركة مركو ابتهال إلى الله دعاء أذيك سنة يا مركة الدعاء هبك أقوين فتنتا مصائبتا مشاكلاتك دباتوينك لقول واجهه لقول جيستو والدعو نبي قال نضرب ضرمي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والإلهي كب مغنقل فتن تيدا موقتا إيا تيدا قرصومبا نبي قال نبري عليه الصلاة والسلام صلاة كستئو أن تكنينو إن التحيات كو أخرنه وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات سو تحيات بك وجبت وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وصلاة كسوت كنيس ومن فتنة المحيا إله وحن كام غنقل إن رشن إن هذا يقول فتنة يسو وبلا دين الدنيا ذاك تكتو إذا هالدين لو قفتنا يو نرشن دين لا عام بات كل دماني توحيد لا عام بات كل دماني إسلام لا عام بات كل دماني وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات إن قبرك إله وعد قفتنا يسنا وان كام غنكري ووحي لكم نبي قلنا بري عليه الصلاة والسلام إن يدعى تهي هبك أقوين إن لو عذيك سدوه مركي فتنة إيا الدباتوي كردعان وحاديك سيدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام غزوة بدر إساقو النبي تريرا كوبان سحابدي ستهي أيابا تركا حرق بدل لغصة ويراري كدبنا وحي وعليك سيدي وحكم ذها الدعاء قبرد الجيش تكركو جيشي أسبابتي أردن هبيي جيشي مركو هبيي أسبابتي دقالك اللقلي أردن قاطي أيها النبي قبرد الجيش هذا الذي سوى حكم ذها اللهم أنجس لي ما وعدتني إله أحد إبلاً قاضي إفولي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا أقوء النبي كدعه عليه الصلاة والسلام أبو بكر أود بتاقنا ويلاهده نبي الله هل كاكو جوج إلهي وكو قفليه وكو سو قرمري بلان كي وكو قاضي وكو فولي وهبكي النبي وأذيك سيدي دقال كي بدل عليه الصلاة والسلام فتنت وحلق وجهها يا باني للدعاء نبي أيابا كوجهي موقف كي طائف ريال طائف نبي قيس كتاقين عليه الصلاة والسلام مالين دباطي أهي مالين فتن بي أهي مالين نبي قال لك دي لك دي جي أهي عليه الصلاة والسلام مالين أولادي يريد لغصة اللي ضي أهي كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام على الكسر حكم ذها إنه يريه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حالتي وهواني على الناس إلهو إنان ضعيفة هيبان كو شيغانايا إنان ضدكي كو ضعيف كو يرادي
أوقف لا يريست أن نقضي من إله كوش هجيا إلهي وأنكر مدي عليه الصلاة والسلام دعاء مرك يتضرع وحي كمديهين هبك أجوحه جبضن اللي بوجهه في تنطع ابتلاءاتك امتحاناتك وحشدائدة مصائبتا هذه دبات هذا إن هاي ستو بقال له أي سانسان تود نوع أي جرجراء من الله وحوي قال يا جرتوي صو وحوي صو كرك عيسو معيشته قال يا بيسا أي جرتو وحوي ولول بدن أجره إن نكون جهنا بلا يوي كاي مشاعبتا بالدعاء إن نكون جهنا أياب النبي قلنا بريا عليه الصلاة والسلام وحيالك اللي قوة جهو يقول سوى قبل قبيني نواحة كمدة في تنطة لقوة جهو النبي قلنا بريا واحة كمدة تقوى الله والعمل الصالح إن الله كعبسي موجسه إن العمل الصالح إلهي ولا تماطه نعم حديثك إمام مسلم أياب النبي وحوليه عليه الصلاة والسلام تقوى إلهي هي عمل كوناك سن أفي عني واختيار الدباتوينك قفك ويسوغان بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم حديث كهذا نسوشي قلني أعماشها صالحي حديث كلا النبي وحكو لها العبادة في الهرج كهجرة إلي واختيار التقالضة واختيار فتنة واختيار مصائبة عبادة لعبادة استاي وحين لم تهي سيدي علي أو حق لإيسو هجرودي ووحوين حقا يقلو يبدي أيها لم تهيب النبي عليه الصلاة والسلام وحيالك في تنطا إيا مشدباتوينك إيا شدوينك اللقو وجهة وحكم إذا إن العرب كاغا إلا شطو إن العرب كاغا إلا شطو لأنه وحجر إشاعات وحيال بضن الله فافين أيون وحيال بضن الله وحيال ديران أيون سحهين وحيال بضن وباطل وميريا هي ميل والبكبوحة إن العرب كاغا إلا شطو أيا كم ذا وحيالك في تنطي بلايوك لقو وجهه لأن النبي وحوله عليه الصلاة والسلام إنك إلهي مال أنت القيامة آخر الرميسا خيرها كل واقع أما هيسك آمص إنك قفك آمص أيا باب الباد يا ابو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا النبي وحوله قفك هضلة كلمتك هضلة كلمة ذا سومرك هضلة يا أكتي سلفضت أكتي سلفضت دلاكين هدو تولى أمدكو هلاك سميسو بلا يويري النباتوين بضان كرد لاميان يهوي بها 70 خريفة من النار وحو النار تأغوه بتابو يري نار تضباطا سنو أس لسي سعنيو بو السبب تيد النبي أغوه بتابو عليه الصلاة والسلام مركا وقتكم فتنك عربك هذا إلالي وقتكم فتنك كلمة ذها إسك إلالي حنفتله وقتكم فتنك خير مويانا وحبها كل واقل وحا أترى هذاي وحن قرأ يا إنا هدو تور نباته أقوكين سيدي حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة قفك كلمة بو إسكاكنا واقع لا يرى بها بأسا نسوغن وحدي بواركي يهوي بها كلمة دي وكل واقعي سبب تيدو كم طيزني 70 خريفا من النار نار تضباطا سنضود وهوسسي سعونيو وقت يقام فتنك وحيالك اللي قل علاجية وحكم إذا حفظ الأمن إن الأمن أمن إلى لسه لأنه أمنه ومطلب شرعي وحيال دين كينه وطلبي ومنح إلهية وعطية إلهي نسي فليعبدوا رب هذا البيت وقال الله الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمنه إساق عياك إلى النرش في عن أمنه إساق عياك إلى وحويا هرمركا أمنه إساق عياك إلى علمك إيا هرمركا أمنه إساق عياك إلى إسكو إماتها إيا عبادتها أمنه إساق عياك إلى وحبر الشضاء هدينا أن أمن جرين قريقا كمتهي كرتين هدينا أمن جرين قريقا كمسهو بيحي كرتين هدو أمن جرين دقاليا هرمر إيا ودوي إيا قريقا دادير مدسي كرتين marka waxyaalka lagu xifdiyo lagu wax u ilaaliyo waxa kamida fitanta in al amniga qofku lafihiisa amnigiisa oo masuul ka noqdo caayiladiisa iyo xaafadiisa oo masuul ka noqdo amniga uu ka qayb qaato kelimaad fiican uu kaga qayb qaato waxyaalka lagu ilaaliyo waxa kamida sidoo kale xusnul dhanni billah ilaahi wanaaguna laga dhanniyeeso
هذا وحسير نقضان إن مركب الدنيا حنات كأكتو ماها إلهي وحوليها ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإلهي نحريستي سا إيا إنو ولاك دبات ضجرت إذن كن بدليو هكا قوسننا قوس وحا كسفو بيبا إلهي لكالبا أيابا كسفو بي وان ديري كلمة ديدا انت هسان كسوك بقبين لها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.